يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ وبماذا نرد على أنكم قد أبحتم ذلك بخروجكم بالتلفاز وبقناة المجد؟ سبحان الله، أنا أبحت هذا، أما الخروج ما أنا ما خرجت، لكن هم جاءوا حضروا في المسجد، صوروا المحاضرة والحاضرين، هم اللي فعلوا هذا بدون استئذان بدون مشورة، أنا ما أبحت هذا ولا رضيت به حتى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن البوصيري هم يصورون ابن باز الله يغفره، وهو ما يرضى بهذا ويحذر منه، يجول في الحفلات وفي المجالس ويأخذون صورته وتظهر بالتلفزيون، هل هذا معنى أن الشيخ ابن باز أباح التصوير؟ حاشا وكلا، مات وهو يقول التصوير بجميع أنواعه حرام. نعم.